السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة مرابطون نستهلها بالعناوين. ورشة بنواكشوط للمصادقة على دراسة تشخيصية حول الإطار المندمج لتعزيز قدرات موريتانيا في المجال التجاري. ملتقى بنواكشوط يبحث تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تشيد بما تحقق. صحفيون موريتانيون يتضامنون في أمسية بنواكشوط مع الأسير الفلسطيني لدى قوات الاحتلال الصحفي محمد القيق. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري منجزة من طرف البنك الدولي لصالح موريتانيا حول الإطار المندمج لتعزيز القدرات في مجال التجارة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أنها بتمكناس إن الدراسة تعتبر إطارا مرجعيا شاملا للأولويات التجارية في استراتيجية التنمية الوطنية، وتهدف إلى تحديث خارطة الأنشطة ذات الأولوية لتعزيز الصادرات. وكما تعلمون فإن الإطار المندمج عبارة عن برنامج متعدد المانحين لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى تعزيز القدرات التجارية للبلدان الأقل نمواً التي لم تتمكن من الواقع أو في الواقع من الاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها حرية الأسواق العالمية. والدراسة التشخيصية التي سيتم عرضها عليكم اليوم عبارة عن وثيقة أساسية لتنفيذ برنامج إطار مندمج لتعزيز القدرات في مجال التجارة، وهي إطار مرجعي شامل للأولويات التجارية في استراتيجيات التنمية الوطنية. وتهدف الاستراتيجية التجارية التي تقترحها الدراسة التشخيصية إلى الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات في المجالات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية في موريتانيا، وتحديد خارطة الأنشطة ذات الأولوية لتعزيز الصادرات. عقد المجلس الاستشاري الوطني للشاطئ دورته العادية الأولى في نواكشوط، وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة أمادي كامارا إن دورة المجلس ستدرس التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري الذي نظمه قطاع البيئة منتصف شهر سبتمبر الماضي حول إشكالية الشاطئ. وأضاف كامارا أن الوزارة تسعى إلى وضع مشروع يمكن من مواجهة التحديات المؤسسية والقانونية وكذا البيئية. المجلس الاستشاري الوطني للشاطئ الموريتاني يناقش في أول دورة له دراسة مشروع البنك الدولي لتسيير الشاطئ والاستصلاح البيئي في غرب إفريقيا، كما يدرس التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري الذي نظمه قطاع البيئة منتصف شهر سبتمبر الماضي حول إشكالية الشاطئ. وتهدف الدورة العادية حسب القائمين عليها إلى إنشاء مرصد وطني يرمي إلى توفير المعطيات والمعلومات الضرورية لمختلف المراكز في موريتانيا المهتمة بالصيد. المدير الفني للبنك الدولي قال إن المنطقة الساحلية لغرب إفريقيا تتوفر على العديد من المصادر الطبيعية على المستوى البري والبحري، وإن موريتانيا لديها منطقة ساحلية مهمة إلا أنها تحتاج إلى أخذ مختلف الخبرات من مختلف البلدان من أجل مواجهة التحديات البيئية المختلفة. ويشارك في الملتقى خبراء دوليون وممثلون على وزارات وطنية قدمت لهم عروض متنوعة تتعلق بالتسيير الشاطئي في غرب إفريقيا. أعلن القائد السابق لأركان الجيش الموريتاني عبد الرحمن البوبكر انضمامه لحزب تكتل القوى الديمقراطية. وقال البوبكر خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب تكتل في نواكشوط إن ما سماها نضالات الحزب وانسجامه مع مبادئه كانت أبرز الأسباب التي دعته للانضمام لحزب تكتل. وانطلاقا من سجل هذه النضالات وانسجاما مع المواقف التي عبر عنها الرئيس المناضل أحمد الدادة في المؤتمر الصحافي الأخير، فإننا نعلن انضمامنا لحزب تكتل القوى الديمقراطية
العتيد. من ناحية أخرى، أكد رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداده أن الحزب متمسك بالقيم والمبادئ التي تجمع كافة الطيف الموريتاني وتضمن له مستقبلا أفضل، مشيدا بالانضمام الجديد الذي عرفه الحزب. الحمد لله عاد على النواجذ على هذه القيم وهذه المبادئ اللي تجمعها الموريتاني على مستقبل مولي إن شاء الله واعد للشعب الموريتاني، لكل الشعب الموريتاني. مرة أخرى مهنئكم أنتم اللي جازيكم خير ضفتونا هذه النوعية. قالت مبادرة انبعاث الحركة للانعتاقية إيرا في بيان صادر عنها إن مكتب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية استلمت عريضة موقعة من 13,000 ناشط حقوقي تدعو لإطلاق سراح رئيس المبادرة ونائبه، ويأتي ذلك في سياق تجاذب داخلي تشهده المبادرة على إثر طرد المكتب التنفيذي للناشط الحقوقي السعد الوليد ورفض الأخير واعتباره المبادرة مختطفة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا تقول في بيان صادر عنها إن الممثلية السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والاجتماعية تسلمت عريضة موقعة من طرف 55 عضوا في البرلمان الأوروبي و 13,000 ناشط حقوقي على شبكة الإنترنت يطالبون فيها بالإفراج عن رئيس المبادرة بيرام العبيد ونائبه إبراهيم البلال. يأتي ذلك في ظل اضطراب داخلي تشهده المبادرة بعد إقدام مكتبها التنفيذي على إصدار بيان بطرد القيادي والناشط الحقوقي سعد ولوليد الذي وصفه بيان سابق للمبادرة بأنه لم يعد ينسجم مع رؤيتها وخطها النضالي، وهو ما رفضه ولوليد خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أيام واصفا المبادرة بالمختطفة ومؤكدا تشبثه بها. ودعا ولوليد خلال ذات المؤتمر الصحفي إلى إطلاق سراح رئيس المبادرة ونائبه، كما دعا السلطات الموريتانية إلى الترخيص للمبادرة ولحزب الركة. شد وجذب إذن تعيشه مبادرة بعاذ الحركة الانعتاقية المحكوم على رئيسها ونائبه بالسجن لمدة سنتين بتهم تتعلق بالتظاهر غير المرخص وإثارة الشغب إثر مشاركتهما في مسيرة راجلة ضد ما يسمونه بالعبودية العقارية. وقد نقل الرئيس ونائبه من سجن ألاج إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط منذ أزيد من 3 أشهر لأسباب تقول بعض المصادر إنها تتعلق بوضعيتهما الصحية. وسبق لهيئة الدفاع عنهما أن عقدت مؤتمرات صحفية عديدة في العاصمة نواكشوط طالبت خلالها بالسماح لهما بالعلاج في العاصمة، كما يطالب أنصارهما من حين لآخر بإطلاق سراحهما. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية، وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة حبيب بالإنجازات التي قالت إنها تحققت لصالح المرأة الموريتانية في المجال السياسي. مثلت نسبة النساء في الجمعية الوطنية حوالي 21% وفي مجلس الشيوخ 18% و 35% في مجالس البلدية وستة عمد من بينهم رئيسة المجموعات الحضرية لنواكشوط. أيها السادة والسيدات، تعزيزا لهذه المكتسبات ومن أجل بث حركية جديدة للمشاركة السياسية للمرأة، نشرف معكم اليوم على انطلاق الورشة الأخيرة من سلسلة ورشات التكوينية للعمد والعمد المساعدات في مجال ترقية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز قدراتها في مجال إعداد المخططات التنموية المحلية من أجل النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مع دمج بعد النوع في هذه المجالات، وذلك من أجل تحسين أدائها وتسهيل عملها المحلي.
نظمت نقابة صحفيين الموريتانيين والرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني أمسية تضامنية مع صحفي الفلسطيني الأسير محمد رقيق. وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم وللمختار السالم إن الهدف من هذه الأمسية التضامنية هو إيقاظ ضمير النصرة والمؤازرة في ضمائر الشعوب العربية والهيئات المدافعة عن الحقوق والحريات. نحن هذا المساء نجتمع في حدث بارز، وهو تقديم النصرة والمؤازرة والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين في وضعية استثنائية. صحفيون فلسطينيون يدافعون عن القضية الفلسطينية، يدافعون عن حرية الكلمة، يدافعون ضد الظلم ظلم والتعسف الذي يرزح تحته الشعب الفلسطيني منذ عصور من الزمن. هم الآن أسرى لدى كيان لا يرحم، وبالتالي ندعو الآن لهذه الوقفة التضامنية أو الأمسية التضامنية معهم لكي نوقظ في ضمير الأمة العربية وضمير أحرار العالم والتنظيمات المدافعة عن الحرية والكرامة الإنسانية وعن الصحفيين، نوقظ فيهم ضمير المؤازرة والمساندة للشعب المظلوم ولأقلامه الحرة المظلومة. من ناحية أخرى، أكد العضو المؤسس للرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني المعلومة بالتلميدح على محورية القضية الفلسطينية ومؤازرة الشعب الموريتاني لها، وقالت بتلميداح إن الشعب الموريتاني يقف مع القضية الفلسطينية في كل الأحوال والظروف، مؤكدة على تضامنه مع الأسير الفلسطيني الصحفي محمد القيق. وها نحن اليوم نؤكد هذه الوقفة من جديد تضامنا مع هذا النموذج الحي أمامنا، وهو الصحافي الفلسطيني محمد القيق الذي الآن يقبع في سجن الاحتلال الإسرائيلي وهو ضارب في يومه المئوي. إخواني أيها الحضور الكريم، نحن دائما نعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الشعب الموريتاني، وأنها قضية أولية ومحورية في كل صغيرة وكبيرة لدى الشعب الموريتاني. وأقدم لكم من هذا المنبر ونؤكد تضامن كل الشعب الموريتاني مع هذه القضية، ونشكر حضوركم. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث شهدت بلدة قباطئة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين خلفت إصابة 5 بشروح، كما اعتقل شابان فلسطينيان. وفي قرية العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 4 شبان آخرين. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أصيب 5 شبان بجروح واعتقل 2 آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين. وأفاد مواطنون أن المواجهات تتركز في منطقتي الحسكة والكحليشة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 5 شبان بالرصاص المطاطي. وقال المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بلدة قباطية أن الطواقم الطبية التابعة للهلال قدمت الإسعاف لسبع إصابات بالعيارات المطاطية وإصابة واحدة بالرصاص الحي خلال 48 ساعة من الحصار المستمر على البلدة. ونقل عن شهود عيان أن قوات الاحتلال عززت منذ ساعات الصباح الأولى من تواجدها العسكري على مداخل البلدة بعد إغلاق جميع مداخلها، وأن قناصة جيش الاحتلال انتشروا في سفوح الجبال وعلى أسطح العديد من المنازل والعمارات التي اقتحمها. وفي قريتي القبيبة وقطنة شمال غرب القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب تشييع مئات المواطنين لجثماني الشهيدين عمرو عمرو ومنصور شوامرة، الذين نفذ عملية إطلاق نار بباب العمود منتصف فبراير الجاري. وخلفت المواجهات عددا من الإصابات في صفوف المواطنين عقب إطلاق قوات الاحتلال عيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين. وفي قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين،
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية فيما اعتلى قناصتها أسطح المنازل، في حين قامت القوات الخاصة بكسر عدد من أبواب المنازل وقامت باقتحامها برفقة المخابرات الصهيونية. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال قرية السلوان وشرعت بحملة تفتيش للمنازل ولم يسجل حالات اعتقال. نهاية نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة مرابطون وقد تابعتم فيها. ورشة بنواكشوط للمصادقة على دراسة تشخيصية حول الإطار المندمج لتعزيز قدرات موريتانيا في المجال التجاري. ملتقى في نواكشوط يبحث تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تشيد بما تحقق. صحفيون موريتانيون يتضامنون في أمسية بنواكشوط مع الأسير الفلسطيني لدى قوات الاحتلال الصحفي محمد القيق. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.